عليك 10 وعليك أن تدفع ما عليك. 10 دنانير يا سيدي؟ كيف؟ أنا عادة أدفع 5 عن كل موسم. كم بهذه الصرة من المال؟ 6 فقط. اكتب 4. كيف حصل كل هذا النقص في أموال الخراج والضريبة يا هرمز؟ موجود هنا كل شيء نكتبه الجبات. اقرأ يا مولاي. هو أنت يا صاحب الديوان يا رقيب الجبات، لما لا تقرأ؟ أنا أقرأ قليلا، لكن الجبات هم من يكتبون. كيف إذن تستقيم الأمور؟ يمر يوما لا أراك فيه وقد ألبس الهم وجهك. ومن أين يأتي الفرح والبشاشة وملكي لا يستقيم؟ حولي رجال بين جاهل وأمي وسارق، وأنا في حيرة. ألا تجد في آل بويه من يقف معك في إدارة الملك؟ أخي عضد الدولة حوله رجال كثيرون، وأبي ركن الدولة حوله رجال أصحاب عقل وتدبير. من يستطيع أن يمدك بعون؟ أعني برجل من آل بويه تجعله سندا وظهيرا. إني أقلب هذا الأمر على وجوهه كل يوم، وأنا قلق على ملكي هنا في أصفهان. لقد قررت أن أترك التردد والحيرة وأكتب لأبي في بغداد. وقد علمتني أن الملك لا يستقيم بملك حازم ما لم يؤازره رجال أصحاب حزم وفطنة، وإني ألتجئ إليك بعد أن أعيتني الحيلة في الأعاجم من الكتاب وأصحاب الرتب. لا أدري كيف سيستقر أمر أصفهان وابن المؤيد بلا عون وسند يدعم ملكه. هذا داء قديم اشتكى منه مولانا. وأين هو الدواء يا ابن العميد؟ الدواء بيد مولاي أعزه الله. حولك رجال كثيرون تستطيع أن تنتقي منهم رجلا يرحل في الغد ليكون وزيرا لمولانا المؤيد رعاه الله. ليتك أنت ذلك الرجل يا ابن العميد. أنا يا مولاي، مع الكبر وداء النقرس لن أصل إلى نصف الطريق إلى أصفهان. أشر علي، دلني، فأنت أدرى مني باختيار الرجال. العفو يا مولاي، العفو، فلا أحد يعرف الرجال معرفتكم بهم، وحولك الكثير من الرجال من أصحاب الرأي والرتب والقلم. في ذهني رجل أستطيع أن أثق بعلمه وأدبه ومكانته. فمره أن يرحل في التو يا مولاي إلى أصفهان ليصير وزيرا لابنكم رعاه الله. عليك أنت أولا يا ابن العميد أن تقنع ذاك الرجل بقبول الرحيل والوزارة في أصفهان. من الذي يرفض وزارة كهذه أو يجرؤ أن يعصى أوامر مولاي ركن الدولة؟ الصاحب ابن عباد أصاب سهم مولاي ولم يخطئ، ولكن الصاحب يحتاج إلى من يقنعه، وأنت منه بمنزلة الوالد يا ابن العميد، وأنا لا أريد أن أكرهه أو أرغمه. ناولني الدواء ويراعا وقرطاسة، أريد أن أكتب. آتي قرطاسا جلديا.
أين ابني أبو الفتح؟ لا أدري يا سيدي. لا أنت تدري، فأنت ترافقه دائما. ألا تعرف أين يكون؟ تعرف أليس كذلك؟ نعم سيدي. تعرف تعرف هذا. اذهب وادعه إلي في الحال. أمرك سيدي. هيا أسرع. من يخاطب الصاحب يجب أن يخاطبه بالاحترام لمكانته الرفيعة العالية. أعانقها والنفس بعد مشوقة إليها، وهل بعد العناق تداني؟ وألثم فاها كي تموت حرارتي، فيشتد ما ألقى من الهيمان. جميل جميل. كأن فؤادي ليس يشفي غليله سوى أن يرى الروحين يمتزجان. أحسنت يا أبا الفتح، أحسنت. لا أحسن الله إليك يا هذا، إنه من شعر ابن الرومي وليس من شعر أبي الفتح. أحسن ابن الرومي إذن. أسمعنا أنت يا طويل اللسان شعرا، حتى ولو كان من شاعر هندي. لا علم لي بشعر الهند، لكني على ذكر هند أقول: لا تبكي هندا ولا تطرب إلى دعدي، واشرب على الوردي من حمراءك الوردي، كأسا إذا انحدرت في حلق شاربها أجدته حمرتها في العين والخد. جاءنا بشير النكد. هل أرسلك أبي لتنغص علي طيب يومي؟ سيدي يريدك الآن. عجل عجل، وإلا نلت عقوبة الأطفال الصغار. هجير، جئت متأخرة يا هجير. أين تكون عندما أريدك يا أبا الفتح؟ قريبا منك يا أبي، لا أبعد إلا إلى حيث تستطيع أن تدعوني فأجيب. يا ولدي يا ولدي، أنا أريدك أن تكون معي في ديوان الوزارة، لأنني أعدك لأعلى المناصب. سأفعل يا أبي من الغد. لا، بل من الآن، وإليك أول مهمة. أريدك أن تذهب إلى صاحبك، إلى قرينك وتربك، وليتك تكون قرينه عقلا وأدبا. أرجوك يا أبي لا تسمعني جارح الكلام، سأفعل ما تريد. الآن سأذهب إلى الصاحب ابن عباد. تذهب لأجل ماذا يا هذا؟ لأجل ماذا؟ لتحمل إليه هذه الرسالة مني، وانظر إن كان سيحملك الجواب كتابة أم مشافهة. هيا اذهب إلى الصاحب ابن عباد، وليتك تصل إليه. لكم اشتقت إليك يا أعز صديق ورفيق. وأنا والله في شوق إليك. ما الذي يمنعك من زيارتي إذا؟ كثرة الشغل كما يقولون. اجلس 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 وحدثني عن كثرة الشغل هذه. أنا أنهي عملي في الديوان وأنطلق كالعصفور إلى حيث الهواء والنقاء. أما أنت يا صاحبي فتجد الهواء والنقاء من وحي خيالك وما يوحيه إليك شيطان شعرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا من وهبت له روحي فعذبها، ورمت تخليصها منه فلم أطق. أدرك بقية نفس فيك قد تلفت قبل الممات، فهذا آخر الرمق. ولو مضى الكل منها لم يكن عجبا، وإنما عجبي للبعض كيف بقي. هذا الشعر من وحي ماذا يا صاحبي؟
إنه من فيض الخاطر، ليس فيه ما يعيب، ولا هو من وحي الذي أعاذنا الله حتى من ذكره. وبعد هل سنبقى نتحدث هكذا دون أن أطعمك أو أسقيك؟ فأنت لا تزورني إلا نزرا. ولست بزائر، أنا رسول أبي إليك اليوم. لو أن سيدي ابن العميد أرسل إلي كاتبه فقط لمضيت إليه بنفسي. أنت تعلم كيف هي منزلتك في قلب أبي ونفسه. إنه بمنزلة الأب والمعلم والمربي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولدنا الصاحبة صاحبته السلامة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أريدك يا ولدي في وقت فراغ لأجالسك وأحادثك بما فيه الخير لدولة الإسلام ولنا ولكم إن شاء الله. كل ما يأتي من سيدي ابن العميد خير وبركة. هل ستكتب جوابا لأبي؟ لا، فأنا الجواب، فلقد دعاني سيدي ولن أتأخر. هيا يا أبا الفتح. هيا. أهلا أهلا بولدنا الصالح. ما بك يا سيدي؟ أهلك انهداء النقرس والمفاصل. ليتني أحمل بعض ألمك يا سيدي. أرى أنك تحب أبي أكثر من حبي له. هذا أبو الفضل، أبو الفضل من أجرى إلي الفضل يافعا، فصار به يدعى وصار به يكنى. اجلس أيها الصاحب وجد، اجلس وزدني. سلامته شمس المعالي وسقمه كسوف المعالي، لا كسفنا ولا بنا، ولم يأته ورد السقام لغير ما عرفنا. وما يحجز البحر الخضم عن الندى، ولا السيد الأستاذ عن جوده يثنى. الله الله، أحسنت أحسنت واجدت يا ولدي. ولكن دعك الآن من ألمي ولأحدثك فيما أرسلت إليك من أجله. قل يا سيدي وأستاذي. أنت تعلم أن أصفهان بيد الأمير المؤيد ابن مولانا ركن الدولة، وهو حديث عهد بالإمارة، وليس حوله غير أعاجم وكتاب صغار. أعلم ذلك، فأخبار أصفهان تصلنا. ومولانا ركن الدولة يريد أن تصله أخبار جيدة عنها، لذلك ارتاء أن يجعلك وزيرا لابنه، وقد استصوبت الرأي وبعثت إليك لأقنعك بقبول دست وزارة أصفهان. أنا؟ ولم أنا؟ ومن غيرك يصلح للوزارة يا ولدي؟ عندي ما يشغلني، لا أستطيع أن أجلس أكثر من هذا. لقد جعلتني في حيرة. لا حيرة بمنصب يليق برجل مثلك، وإني أراك خير من يقف ليثبت الملك في أصفهان. أنا لا أرغب في منصب قد يتعبني. لا، أنت من يتعب المناصب ويذلها يا ولدي. هيا يتوكل على الله، وسأزف البشرى لمولانا ركن الدولة بموافقتك. ألا تجد ما تخفف به من ثورة غضبك غير الخمر؟ دعني دعني يا سيد، دعني أخفف الألم، لقد طعنت. أتطمع حقا في دست وزارة أصفهان؟ كيف لا تكون الوزارة مطمعا لشاب مثلي يا زيد؟ وأبي لا يراني أهلا لغير ديوان الإنشاء. أنا كاتب صغير صغير. أنت وضعت نفسك في هذا الموضع ولم تسعى للوصول والتسلق على أكتاف والدك. لازم والدك
تعلم منه، ادخل معه على ركن الدولة ليراك ويعرفك جيدا فيرشحك لمنصب أعلى، وربما ورثت والدك. ومن سيرثه غيري يا هذا؟ ترثه في المكانة في دست الوزارة. ليتني كنت ابنا لابن العميد، كنت الآن قائد جيش أو خازن بيت المال. دعنا من كل هذا الآن. الخمرة هيجت قلبي إلى زينة الدنيا. إلى أين يا أبا الفتح؟ يا زينة النساء، هذا أنا. ما الذي جاء بك الآن يا هذا؟ هذا وأنا ألتهب شوقا إليك يا أجمل من رأت عيني. ابتعد أرجوك. لماذا؟ لماذا أبتعد؟ ألا تحبين قربي؟ سيقتلني والدي ويقتلك إذا علم بقدومك ليلا. صاحب بستان وخمارة يقتلني أنا؟ أنا؟ جنبني الفضيحة يا أبا الفتح، اذهب موتان بالسلامة، وغدا ألقاك في السوق عند العطار بشير. أريدك الآن، أريد أن أتحدث إليك. زيد لم يسمعني ما أحب. ولن تسمع مني غير رجاء وتوسل. دعني وشأني، ما الذي تريده مني؟ وما الذي يريده شاب مثلي من فتاة مثلك غير الحب والمودة؟ اسمع يا أبا الفتح، لي والد وراء باب البيت، تستطيع أن تطرق الباب وتدخل لتقول لوالدي أريد ابنتك. وهل يرضى والدك بذلك؟ كل أب يرضى أن تخطب ابنته وتتزوج علنا. تخطب وتتزوج علنا؟ أخشى أن يكون في سكره، أو منعه فهم، أو تذكر ما قلته يا ابنتي. سيعاود مطاردتي، وسأعاود التمنع والمطالبة بأن يخطبني. لو استطعت أن تجبريه على الزواج منك بطريقة أو بأخرى، فسنكون في حماية الوزير ابن العميد، نستطيع أن نمد أيدينا إلى حيث نريد. أنا أعلم يا أبي إلى أين تريد أن تمد يدك. أخذوا ضيعتي مصادرة لأهل قائد ركن الدولة بلا تعويض. كان العوض خروجك من السجن بعد أن قتلت شريكا، ليس كذلك؟ إني أريدك مسانداً مؤازراً لابن المؤيد، فهو ليس كأخيه عاضد الدولة الذي ثبت أركان الإمارة. أرجو من الله أن يوفقني لأكون لسيدي الأمير كما يريدني مولاي السلطان، وإني سأبذل جهداً مضاعفاً كي تستقيم الأمور في أصفهان. هذا هو أملي، بل ثقتي بحسن علمك وفطنتك وسياستك. توكل على الله وتجهز للرحيل في أقرب وقت، وخذ معك من يرافقك ويخدمك. أمرك مولاي. ما
الأمر لله يا ولدي، لله. بحمد الله يا أيها الصاحب، بحمد الله. هيا بنا يا ولدي، أنا لا أطيق لحظة الوداع هذه. لا سني ولا مرضي يسمحان لي. هيا. يا غزالا عذاره كالطراء. إني لا أعجب كيف يكثر الصاحب ابن عباد من شعر الغزل وهو عف لا يقرب امرأة إلا بحلال أقره الله. أنت ترى أن الزواج هو دليل عفة الرجال يا أبي، أليس كذلك؟ كيف تسأل سؤالا أنت تعرف جوابه؟ فالحب ليس عفيفا إن لم يختم بخاتم المهر والصداق. هذه الأسئلة لقد شغلتني عن شعر ابن عباد. اسمع اسمع كيف يتغزل. اسمع. يا غزالا عذاره كالطراز، إن حسن الميعاد بالإنجاز، قد ألفت الإذلال مذملت عني، فتعطف علي بالإعزاز. إن عينيك صالتا في فؤادي بحسامين صارم وجرازي. بحسامين، أحدهما صارم باتر قاطع والآخر ليس بباتر. ما هاتين العينين التي يصفهما ابن عباد؟ ما كما أنا متعب. إني أفكر كيف سأدخل بعد صلاة العصر على مولانا لأحدثه بوقف 6 ياقوتة خالة أولاده. أنا أكفيك هذه المهمة، يبقى أنت لتريح بدنك وأنا أقوم بهذا العمل عنك. تشجع، ادخل إليه بثقة، فهو كان يستقبلك بترحاب عندما ترافقني، والآن سيفرح بقدومك وأنت تحمل كتابي إلي، فهو يحب همة الشباب. قف بين يدي وقل له: مولاي، هذا عمل خير، وقاضي القضاة سينظر فيه بثقة. هل رأيت بعينك ما أعده خدم الدار لاستقبال وزيرنا الصاحب ابن عباد يا حمدان؟ نعم يا مولاي، فبعد أن أشرفت على تجهيز الحرس والخيل ووضعتهم في مدخل القصر، عدت ودخلت الدار التي أمرتم بفرشها لوزيركم الصاحب ابن عباد، وقد رأيت ما يسر النظر ويريح الخاطر. أحسنت يا حمدان، فالصاحب ابن نعمة وسليل جاه، ورث الثروة والأدب، وزاد على إرثه بحسن عقله وفطنته. صدقت يا مولاي، فذكر الصاحب يسري كالنسيم الأطر. سأذهب إلى مقصورتي لأرتاح قليلا، وحين يلوح ركب الصاحب أخرج بنفسي لاستقباله. شغلت نفسك اليوم بالإعداد لاستقبال هذا الوزير؟ إنه ليس كغيره من الوزراء يا بوران. صرت أعرف عنه كل شيء لكثرة ما حدثتني عنه. إنه يستحق الحديث والثناء، فهو أديب، شاعر، عالي المكانة، شريف النفس.
أتدري ما سيفعله هذا المدح والثناء؟ وما سيأتي به من نتيجة لو أنه طرق سمع هذا الوزير؟ كلمة الحق لا عيب فيها، ولا داعي لها أحياناً، لأنها قد تحرك الغرور والتعالي في النفوس. هذا ليس من باب التدخل في شؤون الملك، ولكنه من باب التذكير. أنت طيب القلب، قريب إلى الود والتسامح، وهذا ما أحبه فيك وأراه كنزا دفينا في داخلك، لكن غيري قد يطمع في هذا الكنز. كم أحب رجاحة عقلك يا سيدة النساء. وصل الوزير الصاحب، أعطني عباءتي. دعه عنك واذهب أنت لتحضير العشاء. حاضر يا سيدي. استرح يا أبتي، استرح استرح، لكم تتعب نفسك يا أبي. سأنوب عنك بعد صلاة عصر كل يوم تخفيفا عنك وراحة لك. بارك الله بك يا ولدي. قل لي، هل بلغ الخبر كاتب مولانا؟ بل بلغ مولانا ركن الدولة بنفسه حين عرضت عليه ما أنجزته بشأن تنظيم ديوان الإنشاء وترتيب كتابه. هذا هو الطريق إلى أعلى المراتب، وربما إلى كرسي الوزارة. أقصد بعد أن يمتد بك العمر سنين وسنين إن شاء الله يا أبي. لا فائدة مع عمر ينغصه السقام والمرض. عافاك الله يا أبي، عافاك الله. أبي، أريد أن أحدثك في أمر ما. اجلس قل. أما آن لي أن أتزوج يا أبي؟ تأخرت في عرض هذا الأمر يا ولدي. أنا طبعا كنت أريدك أن تتزوج منذ زمن، ولكني رأيتك عابثا لاهيا فقلت سيصحو بعد حين ويفكر بالزواج والاستقرار. طبعا أنا أريد لك بنتا من بيوت الشرف والمكانة، وقد فكرت بما اسمها شموس بنت قاضي جرجان. أنا أحب بنتا أخرى، وسأتبع نصحك وأختم هذا الحب بخاتم الشرع وحلال الله. من هي؟ من أبوها؟ اسمها هجير وأبوها هزار، له أرض وزرع وثروة. تروى يا ولدي، لا تتعجل. ترتب هذه حسب مكانة أصحابها، فيكون لكل آمر حامية سجل فيه أسماء جنده ومقدار عطاء كل نفر. أما بالنسبة لهذه فإن عمل القاضي لا يعرض علينا إلا حين يريد القاضي ذلك، حفظا لمكانة القاضي والقضاء. ما هذا؟ معقول؟ لا، يصرف نصف هذا المال على مطبخ مولانا الأمير وأهله. جرت العادة أن يكون هذا المبلغ جراية ثابتة؟ هل يأكل أهل مولانا وخدمه 5 خرفان وعشرين دجاجة ومئة رطل من السكر وخابية من ماء الورد في اليوم الواحد؟ كفر مولاي، هذا كفر، إنه لا يجوز. كثير من الطعام تستقبله المزابل كل يوم بسبب سوء التدبير. من بعد إذن مولاي، فقد جعلت جراية تعود على مولاي بالأجر والثواب، وذلك بطبخ طعام يقدم للفقراء بعد صلاة الظهر في صحن دار الحرس المشرف على طريق السوق. بارك الله بك يا ابن عباد، إني أراك ترهق نفسك ليل نهار منذ أن دخلت أصفهان. إنه عمل الذي ندبني إليه مولاي السلطان ركن الدولة.
تعال معي إلى البستان لنروح عن نفسنا قليلا. أمر مولاي. يبدو أن للأشجار والطيور سحرا عليك أيها الوزير الشاعر. صدقت يا مولاي، فبلاد مثل هذه تنبت ما لم أشاهده في بلدان غيرها. تحرك هاجس الشعر في داخلك أيضا. كيف لا، وحولي أشجار تغرد من فوقها الأطيار. أسمعني شعرا، يقال إنك ترتجل فتذهل سامعك. هيا إني أنتظر. أقول يا مولاي، بدت عذارى مدت سرادقها، وأقسم الحسن لا يفارقها. كواعب أخرست دمالجها عنا، وقد أنطقت مناطقها. كاعب حفتها وصائفها، تشي بأبدانها قراطقها. أم روضة أبرزت محاسنها، وما يني قطرها يعانقها. فأورد الورد غصنها بدعا، وشق عن أرض شقائقها. وعشت الناظرين حليتها، وشاق أحداقهم حدائقها. أتى بها بالكمال ناسجها، وزانها بالجمال ناسقها. جميل، والأجمل أنه وليد ساعته، جاء من خاطر حركته أيدي الجمال الذي حولنا. هيا بنا إلى المدينة. اجلس يا وزيري لأكلمك عن هذه الدويلات التي يديرها أولاد ركن الدولة. اجلس. لا تعد الغداء حتى يدخل مولاك علينا. منذ أن جاء هذا الوزير وزوجي يلازمه، لقد شغله عني كثيرا كثيرا. مولانا ركن الدولة أعزه الله جعلكم يا بني بويه أمراء في ملكه ليضمن تماسك دولته. وإن كان بينك وبين أخيك عضد الدولة جفوة، فإني أرى أن تبادر إلى إزالتها، وتتقدم بالصلة والتقرب لتكسب فضلين، فضل صلة الرحم وفضل السبق في الصلة. لطالما قلبت هذا الأمر في خاطري ورأيت هذا الرأي، لكني لا أعرف كيف أبدأ وأبادر. اجعلني رسولا يحمل هدية وكتابا لأخيكم عضد الدولة، وسأكفيك مؤونة قد تلزمك بعض التكلف. نعم الرأي، وإني سأعد للأمر من الغد إن شاء الله. هل بين أخيك عضد الدولة والوزير ابن عباد صلة وتواصل؟ الصاحب ابن دولتنا وربيب نعمتها، وهو قريب من جميع آل بويه. ولما سيذهب هو بنفسه إلى عضد الدولة في إمارته؟ أليس لك حاجب وكاتب ديوان؟ منزلة أخي أكبر من أن أرسل له حاجبا أو كاتب ديوان. كن على حذر، فأنت لا تدري ما النوايا وخفايا الأنفس. لا أحب أن أسمع منك كلاما يجعلني كطفل لا يحسن التصرف. أنا لم أمرك يا حبيبي، أنا فقط أردت أن أذكرك، الصاحب ابن عباد سيكون سفيرا، وصاحب السفارة مخول فيما يقول. كنت أتمنى أن تتزوج وفق مراسمه تليق بنا بمكاناتنا، لكنك تسرعت وتزوجت وفق ما أشار به أهل زوجتك. لم يشأ أبي أن يكلفك جهدا وأنت مريض يا سيدي. أبي سأرسل في طلب طبيب
الألم لا يحتمل. أبيك يا أبي. أبي أبي الحمد لله الحمد لله أنني سأموت وأنت تسندني يا ولدي. لا يا أبي لن تموت لن تموت يا أبي. أبي 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 همام رأى الدنيا سوما فحاطها ليالي في غير الزمان وقور ولم يخطب الدنيا احتفالا بقدرها فموقعها من راحتيه يسير ولكن له طبع إلى الخير سابق ورأي بأبناء الرجال بصير. هذا يوم سعد لا يجود الزمان بمثله فقد وصلني أخي وأزال ما بيننا من وحشة ووقف الصاحب ابن عباد بين يدي منشدا من شعره الرائق العذب. تفضل ابن عباد بجواري تفضل. هذا يوم سعدي وعلو نجمي يا مولاي أيضا فليس لي في كل يوم سفارة إلى أمير جليل القدر والمكانة مثلكم. أرجو أن تقيم شهرا معنا. ليتني أقيم الدهر يا مولاي ولكنني ملزم بالرجوع لأباشر عملي في دست الوزارة. لك ما تريد يا ابن عباد وإني لمسرور بقدومكم في هذه الأيام المباركة التي تذكرنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وميلاد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذه المناسبة سأقيم مأدبة مساء الغد وأرجو أن تكون أول الحاضرين. لي الشرف يا مولاي. لقد أحزنني خبر وفاة ابن العميد لأني سمعت عنه ما جعلني أجله على بعد المسافة بيننا. لم يخلص أحد لأبي إخلاص ابن العميد رحمه الله وأرجو أن يكون ابنه أبو الفتح على سيرة والده. ما دام قد نشأ وتربى في أحضان الملك فإنه سيسير كما كان والده. سيحزن هذا الخبر وزيرنا الصاحب حين يعود من وفادته فلقد نشأ الصاحب وتربى في حضن ابن العميد رحمه الله. الأحزان تنسى بمرور الأيام والدنيا تأتي بكل جديد يبعد القديم وينسيه. بعض الأحزان هي كالجروح في القلب لا تندمل. باركي لي يا هجير باركي لي. لقد صرت وزيرا ركن الدولة أجلسني مكان أبي. الحمد لله مبارك يا أبا الفتح مبارك. مبارك يا صهر العزيز ويا سيد الوزير المبجل. بورك فيك يا عم. كما أكرمك الله عليك يا أبا الفتح أن تكرم أبي وتعيد له ضيعته التي سلبت منه. لا 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 ليس الآن يا ابنتي ليس الآن. بل الآن يا عم الآن. جهز الصك وسأختمه لك بنفسي. حالا حالا يا سيد الوزير حالا. بعد أن أكلنا وشربنا وذكرنا مناقب النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام آن لنا أن نسمع شعرا في ذكر آل البيت. أعددت لهذا اليوم عدة الشعر. يا علي الذي علا عن محاذ وسمى عن مقارن وموازي أنت أعجزت في غداة التلاقي كل خصم نهاية الإعجاز
أنت زوج الزهراء حورية الإنس وخير النساء عند امتيازي. صدقت صدقت يا ابن عباد، ورضي الله عن أهل البيت، ورضي الله عنك يا ابن عباد، لأنك قلت صدقا وحقا. هذه أيام وليال لن يجود بها الدهر، ويعز علي أن أفارقكم غدا ولم أفي كرمكم حقه من الشكر. نحن أحق بشكرك يا سيد الشعراء وتحفة الوزراء. لقد أثار قولك في نفسي كامن الشعر، وتحرك في نفسي قول أود أن تسمعه. ليتني أسمع منك حتى الصباح. سعود يحار المشتري في طريقها، ولا تتأتى في حساب المنجم. وكم عالم أحييت من بعد عالم، على حين صاروا كالهشيم المحطم. محامد لو فضت ففاضت على الورى، لما أبصرت عيناك وجه مذمم. أريد من يكتب لي هذه الأبيات لأفاخر بها من يريد أن يفاخرني. أيها الحرس، ما الأمر؟ لا أدري ما أقول. ركن الدولة بيد الموت، لن يشفى. هذا ما يشاع الآن. ماذا سيحدث بعد الآن؟ بعد أن يموت من تراه سيحل محله؟ أتخاف أن يزيلك أحدهم عن دس الوزارة؟ سؤالك يدل على غباء يا هذا. أولاد ركن الدولة لهم وزراء لا يستغنون عنهم، فإذا جاء أحدهم جاء ومعه وزيره. مات مولانا السلطان، مات ركن الدولة، مات مولانا السلطان، مات ركن الدولة. لا بد مما ليس منه بد. سارحل إلى بغداد لأستلم زمام السلطة بنفسي. هذا هو الرأي يا مولانا. وأرجو أن ترافقني أنت أيها الوزير، فأنت أعلم مني ببلاط أبي وحاشيته. لك الأمر وعلينا الطاعة، وستجد في بغداد من الرجال الذين ناصروا مولانا رحمه الله ورافقوه مخلصين له في السر والعلن الكثير يا مولانا. بوجودك يا ابن عباد تسهل كثير من الأمور. جعل الله طريقكم سهلا هينا ووقاكم العثرات. أنا لا أرحل عن أصفهان حتى تذهب وتستقر في بغداد ولا يبقى ما يزعجك أو يشغلك، ثم ترسل إلي فأتي إليك مع أولادي. لم تتوجسين خيفة يا بوران؟ أنا ما اعتدت أن أستقبل الأمور التي لا أعرفها بسرور وفرح، فلا تعجب من توجسي. لك ما تريدين، سأرحل مع الوزير وكتاب الديوان، وحين أكتب لك تأتين بلا تردد. سأجعل أخي يحملني إلى بغداد حين تطلب مني ذلك. مرني وسأفعل ما لم يفعله أحد. ماذا ستفعل إذا أجلس السلطان الصاحب مكاني على دست الوزارة؟ ربما يأتي سهم من مكان ما ليرضي الصاحب. بئس الرأي من مستشار لا يعرف غير القتل والاحتيال. أبي يريد لك الخير، فلا تنهره يا عزيزي. وأنت يا أبي لا تتسرع في القول، ولا تحاول أن تزعج أبا الفتح. هيا هيا تعال يا عزيزي، فأنت بحاجة للراحة. هيا تعال. حاجة Ha 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 ha.
حتى وإن لم ترضى أيها الصغير، سأدبر لقتل الصاحب كي تكون أنت وزيرا نجني من يده الخيرات. ما رأيك يا ابن عباد؟ هل نستطيع أن نمد جند واسط لكتيبة؟ ما دام الوزير أبو الفتح حاضرا فإني أرى أن ينظر الأمر بنفسه. أريد رأيك أنت أيها الصاحب. سيدي الصاحب نظم كثيرا من سجلات الجند، وهذا يجعله أدرى من غيره. كم لنا من جند يا أبو الفتح؟ وكم لنا في حامية القصر وحامية درب القوافل؟ أستطيع أن أجهز ما يريده مولانا إذا أمهلني إلى الغد. ألا تدري بأمر الجند؟ أليس لديك سجلات لصرف الجرايات أيها الوزير؟ اترك الأمر للصاحب يا أبا الفتح، يبدو أنك لم تستعد بعد. يبدو أنني يجب أن أستعد جيدا. وما الذي أستطيع أن أفعله؟ لا أدري، أنا جئت بك إلى هنا لننظر في أمرنا. كل شيء صار بيد الصاحب، حتى سجلنا الذي رتبناه مع آمر الحامية. ماذا لو أننا أشعنا بين الجند أنك عرضت على مولانا المؤيد زيادة جرايات الجند، فمنعها الصاحب وعمد إلى إبعاد من اعترض إلى حامية واسط؟ نعم الرأي يا زيد، هناك كتيبة ستمضي إلى واسط. لقد دخلت من باب فتحه لنا حسن طالعنا. لا أدري من حرك غضب الجند ضد سيد الصاحب. منذ الصباح وهذا اللغط يزداد ويزداد، لا أعرف ماذا أفعل لأسكت هؤلاء. ليخرج إليهم الصاحب ويسمعهم كلاما يقنعهم، إنه شاعر بليغ ووزير خطير. لا آمن عليه غضب الجند. ليعد إذن إلى أصفهان حتى يهدأ غضب الجند. يبدو أن اليد التي حركت هؤلاء سعت إلى إبعاد سيد الصاحب عن بغداد. لا تبادر إلى القول يا هذا قبل أن يأذن لك مولانا. اتركاني لوحدي، أريد أن أختلي بنفسي. إياك أن تخطئ يا هذا، فالوزير يمر من باب تحت سور، سأرفعك عليه دون أن يراك أحد، وحينما ترى الوزير تصوب إليه هذا السهم المسموم لا غيره. مسموم؟ نعم. كيف أعرف الوزير؟ ستعرفه حينما ترى الرجال من حوله يقولون له مرحبا سيد الوزير، أفهم؟ حسنا خذ. من الخير أن أعود إلى أصفهان. بل من الخير أن تبقى حتى نكشف ستر من أراد بك السوء. لقد استشرنا قائد الجند وآمر الحامية، ووجدنا أن الجند يشتكون من نقص الجرايات منذ شهرين، ولا سبيل لإسكات غضبهم إلا أن نرفع الجرايات ونجعل الذهاب مع الكتيبة إلى واسط طوعاً لمن يريد. أحسن الله إليكم يا مولاي، فهؤلاء الجند هم سور دولتكم وعدة حربكم. هل ما زلت مصراً على الرحيل يا سيدي؟ وزيران في مكان واحد لا تنصلح بهما الأمور، ولقد استأذنت مولانا بالرحيل. دعنا ننظر في أمر الجند أولاً. اذهب يا حمدان وادعو أبا الفتح ليجالسنا ويشاركنا الرأي. أمر مولاي. أبا الفتح، أبا الفتح، ما الذي تفعله هنا يا هذا؟ أريدك في أمر مهم جدا، تعال معي البيت. كنت ظهرا في البيت وسأعود بعد صلاة العشاء، هيا. لا تدخل من باب السور. سيد الوزير، مولاي ينتظرك في مجلسه الساعة، عجل. اذهب إلى ابنتك وانتظرني.
اذهب اذهب من هنا، افسح الطريق لسيدي الوزير. سيدي الوزير، سيدي سيدي الوزير، الحقوا بي ايها الحرس، اسرعوا. سيدي الم اقول لك لا تدخل من باب السور؟ ماذا؟ صار حتما بقاؤك في بغداد يا ابن عباد، فإني لن أجد وزيرا خيرا منك. كنت أود أن أعود إلى أصفهان. ستعود إليها يوما وتقضي بها أياما حلوة، أما الآن فأسمعنا من شعرك ما ينسينا كثيرا من تلك الأحزان. لكم تشوقت لسماع شعر سيدي ابن عباد. إنه لا يحضرني شعر يليق بمجلس مولانا. كل شعرك بديع رفيع لائق رائق. حسنا يا مولاي. دمن عفون بذي الأراك، خلفن قلبي ذا ارتباك، لهفي على أيامنا والعيش في ذاك الشراك. يا دار كيف عفت رباك، يا دار أين مضت مهاك، لهفي على ثغر تحدث عنه ألسنة السواك. يا وسن يا وسن لم يرى ناظري نورا لمقلته سواك. الله الله الله، هذا ليس شعرا، انه لوز مقشر بالعسل. لا اعذب ولا ارق من شعر سيدي ابن عباد.